الإقالة من المنتخب تهدد خالو لزيتش. ودع المنتخب الوطني بقيادة مدربه البوزني واحد خالو لزيتش كأس إفريقيا للأمم الكاميرونية من الدور الرابع على يد منتخب مصر بعد هزيمته بواحد مقابل اثنان بعد شوطين إضافيين. وفشل بذلك خالو لزيتش في بلوغ هدفه المسطر من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم والذي ينص على بلوغ نصف نهائي كان الكاميرون. وإلى جانب المربع الذهبي في الكان، اشترطت الجامعة الملكية على المدرب البوزني عند التعاقد معه في غشت 2019 خلف للفرنسي هيرفي رونار التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الكونغو الديمقراطي في 24 و29 مارس القادم ضمن الدور الفاصل المؤهل إلى المونديال. وينتظر عشاق الأسود ما ستقرره الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجاع بخصوص مستقبل المدرب واحد خالد زيتش.